أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن فتح باب التوظيف كأمين مكتبة، وذلك بالمكتبات التي سيتم افتتاحها بمختلف قرى المحافظات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ويأتي ذلك بالتعاون بين المؤسسة ووزارة الثقافة، حيث سيتم افتتاح عدد كبير من المكتبات في 20 محافظة. وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم اختيار المرشحين والتواصل معهم استعدادا للمقابلات الشخصية وتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.